احنا دلوقتي لما تفتكرم اتسمى النادي المصري ليه؟ النادي المصري كلمة معناها عدم الاحتلال، لان كان فرق اجنبية موجودة هنا، فلما يتعمل نادي مصري يعني معناها ان انا بقول حرية، يعني بقول بلد، لازم احافظ على هذا المعنى. النادي المصري رمز، رمز للحرية، فريق يمثل بلد اثناء الاحتلال. النادي المصري هو امل البلد كلها، وباذن الله للامانة هم كانوا بيخططوا ان المصري يتغلب والامور يتخبى عليها بالهزيمة، لكن للأسف والفضل ربنا ان اتغلبوا مش واحد، ده اتنين، ده تلاتة. بورسعيد تعرضت عبر تاريخها كله لكوارث ونكبات وازمات وانتصارات، لكن ما نحن فيه الان كان الأسوأ. كنا نواجه الاعداء، ولكن الان نواجه ما كانوا اصدقاء. يا ابناء بورسعيد، لن نبكي على اللبن المسبوق، لقد انتهى الامر، وعلينا ان نصمد امام هذه الطيارات الفاجرة التي تريد ان تقتحم مدينتنا، وتريد ان تخترق بيوتنا، وتريد ان ترجع شعبنا. لا توجد قوة في الارض تمنع ان يستمر المصري في موقعه، وليس أن يعود إلى موقعه. نعم سوف نستمر، لأن الشرعية معانا، والحكم صفر بانتهاء المباراة، وبعد ذلك الأحداث مكانها في ساحة القضاء، أما الحكم فقد أنهى المباراة، فكيف نعاقب فريق قد أنهى مباراة الحكم وانتهت المباراة؟ نعاقبه عن ماذا؟ الشعب البورسعيدي حاسس ان هو يعني اتحط في جملة خطأ، واتحط في موقع من الاعراب لا يقبل ان يكون، اتحط في مكان جريمة نكراء اتعملت في بلده ليس له فيها دخل من الاصل، فبالتالي يأتي عليه عقوبة كبلد وكنادي وكمواطنين. ونحن نقبل القانون، تحكيم القانون للكل، ولا نقبل أن أحد يعامل أعلى من القانون أو أحد يكون فوق القانون. فأي عقوبة غير قانونية لا نقبلها تماما، لا نقبل تدخل في تعيين إدارة نادي المصري. نادي المصري الجمعية العمومية هي صاحبة الأصل في اختيار من يمثلها، فلا يحق لأحد أن يختار رئيس أو أعضاء للنادي المصري. كل شريف على أرض مصر يعتقد تمام الاعتقاد ومؤمن تمام الإيمان أن هذه مؤامرة مدبرة، وأن أهالي بورسعيد يعني براء من هذه المؤامرة ولا دخل لهم فيها على الإطلاق.